مبسوطة، اشتقت لصباحي هون. بدي تسوي لي فنجان نسكافيه؟ اوكي، بدي اسوي لي مشا. يا صباح الخير، يا صباح النور، اسعد لي صباحكم حبايبي. كيفكم؟ كيف يومكم؟ انا صباحي هيك بفنجان النسكافيه تبعي. اوكي، اسوي الفنجان اليوم. شو كان اسمي؟ عرفوني انا نايمة وما لي حاسة على الساعة. نمت تقريبا على اساس بدي نام بكير، بس تسطحت على التخت بصراحة وما قدرت نام فورا. يعني الواحد شوي شوي بيرجع بيعدل نومه، بيعدل السيستم. المهم نمت على الساعة تنتين وربع هيك شي، فما حسيت ابدا غير اني فتحت عيوني الساعة 11:30. هون قلت لا لازم انام. هذا الشاي والنسكافيه ايش هيك صاير؟ يا شوف والله في شي غريب بالنسكافيه، ولا انا ما عم شوف ولا ما عم بمزح، مع انه حتى بالعلبة مسكر يعني عادي المفروض ما يصير شي. شوفوا النسكافيه لازم يكون بني اكتر من هيك، او اني انا ما عم شوف. مستحيل. سيدرا؟ لا خلص النسكافيه مستحيل، لونه غريب والله، لونه غريب انه مو هيك لون النسكافيه. لا يعني عيوني زغل، فكرت حالي اني انا اللي ما عم شوف. تمام، فبدي اجيب بوكس جديد. لا الفكرة، هلا انا شو بدي اشرب؟ هي الفكرة. سيدرا تعال لك، هلا في قهوة بس انا ما بدي انه يطلعوا لي نسكافيه 3 بواحد. يعني القهوة شوفوا ريحتها، شوفوا كيف. اوكي تمام، بس النسكافيه عن جد لونه غريب. خلص بتعرفوا شنو؟ أول شي هدول خلص منه، لا في شي غلط والله. حد على السوبر ماركت يطلعوا لي 3 بواحد أو 2 بواحد ما بتفرق. السوبر هون بس أشرب هيك كاس نسكافيه وصحصح. هلا أنا ما عندي مشكلة مع القهوة، بس بصراحة ما بستمتع أشرب القهوة مثل النسكافيه. فان شاء الله يكونوا فاتحين، سلام. اعتقد يكونوا فاتحين. مثل النسكافيه طبعا، حتى اول ما اتصلت للبقاله قالوا لي ما عندنا. كيف ما عندكم؟ يعني ما عندكم شيء بالمره؟ وبعدين قال لي لا في 2 بواحد، في بس 2 بواحد شكله غريب. يعني مو اول مره. ابدو هاي بس ما علينا. المهم نسكافيه، وقال النسكافيه مقيمة. سيدة حتشتري نسكافيه ولا متى؟ ما بس شو؟ محتار. حلو حلو، الواحد يفيق محتار شو بده يشرب كرمالي. صح صح، انا لا ما بختار فورا. لا انا عم فكر يا صح صح، كمان بجهد انك تصحصحي وبجهد انه صحية، يعني بفيد اكثر بشيء. انا برايي الحق الصحي، يعني ما بعرف صحصحي صحي ما بعرف صحي بدك اياه بس صحصحي. تمام. انا ما حطيت المي تغلي ولا في ساخنة، شو شغالة؟ بقى شغلتها انا. سيدنا هذا كبه، تعي امانه تعي شوفي لونه.
يا اللي صاير على المهدي. بس انت عن جد ما عم يبين عنكم يعني، صاير لونه كتير غريب. بدي ايفع هاي قبل ما اجيب واحد جديد وفضي البحر. بس ما بعرف يعني، معقول انه بس انا بعرف انه نسكافيه اذا بيكون بالعربي مسكر ما بيصير شيء. انا هيك بعرف. شو عم تعمل سيزر؟ هلا هذا 2-1 ما فيه سكر ابدا. لا 2-1 بلا سكر. 3-1 بسكر. انا حضرت سكر. شارع الزهور السوري. شارع الزهور. كثير خفيفه.